يا اهلا بيكم. هنتكلم في الفيديو النهارده عن ال HTML form. لو بدأنا عندنا هنا بال text editor وانا عملت زي rename للفايل او save as باسم HTML form، وهنا هنشيل الجزء او نعمل delete للجزء بتاع table وال div اللي احنا كنا بنتكلم عليه في الفيديو اللي فات، وبعدين بعد كده هنخلي بس عندنا هنا ال header ونبتدي نعرف الفورم بتاعتنا. يعني احنا عملنا السيف دلوقتي واختبرنا الفايل، مش هنلاقي موجود بس غير الهيدر ده اللي احنا عايزينه. وبعدين بعد كده نبتدي نعرف الفورم. الفورم طبعا هنا عندنا عايزين نعمل التاج بتاعنا فورم والكلوزنج تاج بتاعنا فورورد سلاش فورم. وبعدين بعد كده نبتدي نعرف بعض الاتريبيوت، نديها مثلا نيم، وبعدين بعد كده عايزين اكشن، وبعدين عايزين method. الفكرة في ايه؟ الفكرة عندنا بالنسبة لل name طبعا ممكن نديها اي name، ده مش مشكلة. ال action ده اللي ايه ال script اللي هيبتدي يتنفذ لما نعمل مثلا submit، لما ندوس على button معين جوه الفورم ده. زي ما هنشوف دايما هنا بيبقى فيه زي بي اتش بي فايل او جافا سكريبت حاجه زي كده، لكن للتبسيط هنتكلم دلوقتي على اكشن بسيطه. مثلا هنخليها ميل، وبعدين احنا شفنا طبعا الايميل ده قبل كده في فيديو سابق، فممكن نقول مثلا اي ايميل عندنا hy4academy.com. الميثود هنستخدم ميثود اسمها بوست. فدول البارامتر بالنسبه للفورم. دايما مع الفورم بيبقى فيه اتنين او اكتر، يعني بيبقى فيه حاجه زي اسمها الانبوت اللي هو ده اللي بنقدر نستخدمه للبوتون. فمثلا ممكن يكون عندنا سبميت بوتون، فممكن هنا نقول ان هو ده النيم بتاعه اسمه سبميت فورم. وبعدين بعد كده بيبقى عندنا الاي دي، وبعدين هنا ممكن نقول submit، نديله نفس النيم بتاع اللي احنا عرفنا بيه النيم، ده مفهوش مشكلة. التايب هو اللي بيفرق طبعا بالنسبة للحكاية ديت. عندنا هنا ان التايب ده مهم جدا ان هو يتكتب وما يكونش فيه error في السبيلينج submit، لان ده اللي بيقدر البراوزر يفهمه. وبعدين كده الفاليو ده الفاليو اللي بتظهر على الايكون بهذا الشكل. فلو عملنا سيف وجينا عملنا ريفرش لل، فزي ما شايفين هنا البراوزر عندنا، فظهر عندنا ايكون اللي هو اسمه سبميت. لو عملنا كليك عليه اللي هو يعمله دلوقتي ان هو يحاول يفتح الاوتلوك، وبعت لنا الاكشن بتاعتنا سبميت وحاطط الايميل ادرس اللي احنا كنا عرفناه. كلوز ده دلوقتي ممكن نعرف دلوقتي another one بيبقى مهم برضو ان هو موجود، اللي هو بيسمى reset. يعني هنا ده بيبقى reset، الاكشن بتاعتنا بتبقى reset، وده زي هنشوف بعد كده ان احنا لما مثلا نكتب حاجة في فورم معينة، وليكن مثلا بن كرييت باسورد او بن كرييت نيو اكونت مثلا. كلنا مثلا حاولنا نكرييت نيو اكونت لو عندنا اكونت في اي مكان، مثلا بالنسبة للبنك او بالنسبة لاي ويب سايت، خلينا نقدر نكرييت اكونت، وعايزين لما كتبنا مثلا حاجة وعايزين نعمل لها ديليت، فالايكون ده هيبقى عندنا موجود يساعدنا ان احنا نغير نرجع تاني نرجع الحاجات اللي احنا كتبناها جوه الفورم زي ما هنشوف بعد كده. فالريست ده برضو من الايكون المهمه اللي هنستخدمها بعد كده في الفيديوهات اللي جايه. فدلوقتي احنا حطينا اللاي اوت بتاع الفورم اللي هي بقى الفورم بهذا الشكل، وفيها التو بوتون بتاعنا، واحد سبميت. بس اهم حاجه دايما ان التايب ده يكون مظبوط ويكون السبيلنج بتاعنا سليمه بالنسبه للتايب. انا شاكر جدا لمشاهدتكم الفيديو ده، واشوفكم في الفيديو اللي جاي ان شاء الله.